كازينز سيبو كوراسون كازينز 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 أنكل 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 فريندز 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 كازينز كازينز يان تعلينو عدد مكاشف تخد بالي منه كازينز 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 أنكل أنكل فريندز فريندز كازين يعني ولاد العم أو الخال أو الخالة أنكل يعني العم أو الخال فريندز يعني إيه؟ الأصدقاء إحنا خدنا قبل كده أم يعني إيه؟ ماذر أب يعني إيه؟ فاذر الاتنين مع بعض اسمهم بيرنت الجد يعني إيه؟ جراندبا الجدة يعني إيه؟ جراندبا الاتنين مع بعض اسمهم جراند بيرنت أخت يعني إيه؟ سيستر أخ يعني إيه؟ براذر نيجي بقى تكملة كازينز يعني أولاد العم أو الخال أو الخالة ولاد خالتك ولاد عمك ولاد عمتك دول اسمهم ايه كازينز 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 انكل 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 اللي هو العم والايه او الخال عمك او خالك اسمهم ايه انكل نيجي بقى لاصحابك اصحابك اسمهم ايه فريندز 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 كازينز كازينز انكل انكل فريندز فريندز ناخد بالنا عندنا في الانجليزي في حاجه اسمها مفرد وحاجة اسمها جمع كازن يعني ابن عمي او ابن خالتي واحد بس مفرد طيب عايزة احولها للبلورال بلورال يعني جمع بعمل ايه الكلمة بحط لها ايه بحط لها اس زي مثلا عندي كات كات يعني قطة واحدة عايزة اقول قطط هتبقى ايه كاتس عندي بوك كتاب ها الجمع بتاعها ايه بوكس بحط لها ايه اس يبقى المفرد كات الجمع كاتس المفرد بوك الجامع بوكس برضو نفس الكلام هنا كازن ابن عم او ابن خال او ابن خال ابن خالك واحد بس طب الجامع بتاعها بحط لها ايه اس بقت كازنز فريند صديق واحد الجامع بتاعها فريندز اصدقاء انكل عم او خال انكلز اعمام او ايه او خلان ده الجامع ايه بتاعها يبقى اعرف الكلمه ان هي جامع بيبقى في اخرها ايه اس في اخرها ايه اس كازن كازنز يلا معايا كازن كازنز كازن 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 فريند فريندز انكل انكل انكلز انكل تيجي بقى عايزه اشاور على حد مثلا مريم سلمى اهيت وانا بقول عايزه اقول سلمى دي بنت عمي اشوف سلمى دي مفرد ولا جمع سلمى مفرد ولا جمع مفرد برافو عليكي يبقى اقول this is my واقول كلمة cousin this is my cousin واقول cousin ولا cousins cousin واحد بس لان دي مفرد ايه زي ايه يبقى عايزة اشاور عليها واقول دي بنت عمي او بنت خالي اقول ايه this is my cousin يلا معايا this is my cousin 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 عندي عمي او خالي عمي او خالي وقفنا هو انا عايزه اقول ده عمي او ده خالي اقول ايه مفرد اشوف مفرد ولا جمع مفرد يبقى ايه this is my uncle This is my uncle. This is my uncle. This is my uncle. This is my uncle. يبقى لو الحد مفرد هقول ايه؟ This is. قول ديت بنت عمي او بنت خالي. This is my cousin. يلا تاني. This is my cousin. This is my cousin. قولي This is my cousin. This is
فين، وانا عايزه اقول دول ولاد خالاتي. ده مفرد ولا جمع؟ جمع. ما ينفعش اقول ذيس از، ذيس از دي للايه؟ للمفرد. طيب هقولها ازاي في الجمع؟ ذيس ار، ذيس ار. عايزه اقول ولاد خالاتي اقول ايه؟ ذيس. يلا قولها كده بقى. كازنز. برافو عليك. ذيس ار ماي كازنز. ذيس ار ماي كازنز. ذيس ار.